السلام عليكم ورحمة الله، متى الأحوال؟ اليوم شفت واحد الفيديو دارها واحدة كده اسمها ندوة صحفية، ندوة صحفية مع آية علي الوزير، وزير الصناعة والمناجم. يا خويا عجبني هاي، والله الله هاي، هذا إسبوار، هذا كوغور عود الوزارة كاع كيفو. حاجة اللي ما عجبتنيش هي أنهم الحوار داروه هو باغي يهضر بالدارجة، لأن يعني الدارجة هي لغة الحراك، لغة الشعب الجزائري، باش الشعب الجزائري قاعد يفهم 100%. كاين عندنا أغنياء، كاين عندنا مامس الناس يديروا الصناعات، مي ما يعرفوش الفرنسي. الفرنسي هذه شكون يعرفها؟ يعرفها غير لي زيميغرون تاعو اللي راهم عايشين في الخارج. وعندنا جماعة لي تاع لي زادوا في السبعينات والخمسينات والستينات وهكذا، بصح الجينيراسيون هذه اللي طالعة 80 وهكذا وهكذا، وكاين مام في السبعينات هكذا، كاين ما يفهموش الفرنسي، يفهموا لونجلي ويفهموا الدارجة والعربية، سيرتو الدارجة. إذا الدارجة يفهمها كاع الشعب الجزائري. أنا كملاحظة برك، أنا راني نكومباتي في هذا المرض هذا تاع اللغة الفرنسي، باسكو لازمنا حنايا لازمنا لغة الاتصال باش كاع باش الدولة تاعنا تمشي بقوة، لأن لازم الناس كاع تشارك، مش نهضرو بالفرنسي نخلو غير 10% ولا 20% تشارك. لازمنا 100% تشارك في الجزائر. عندنا ناس غنية ما يعرفوش الفرنسي، عندنا ناس أذكياء مبتكرين يديروا ابتكارات كيما تاع واتسوب هذاك السيد، ما يعرفش الفرنسي، يعرف الدارجة. نشوفوا هذا المقتطف هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف ميلي، متعامل اقتصادي. السيد قال بسم الله الرحمن الرحيم وبدا بالدارجة يهضر، والمرأة ما خلاتوش هذه تاع جريدة المجال تهضر معاه بالفرنسي اوليو تهضر معاه بالدارجة. نو شوف اسمع عندي رسالة متعامل اقتصادية مهمة بزاف، هنا نحب نستغل الفرصة هذه. فاصون احنا نتشرفوا بمعالي الوزير لأنه وجه من وجوه الحراك، وبالتالي احنا نهضروا لغة الحراك. حنا يا خويا نستعرب به، نستعرب بك يا خويا، هذه هي لغة الحراك، هي اللغة الدارجة، بس الناس قاعد تفهم. هي برك عندي رسالة مهمة كثيرا. معالي الوزير، الصناعة تعتمد على الآلة ولا على لي ماشين؟ حنا اليوم عندنا دو سورس، عندنا لاشين وعندنا لوروب. خلينا من هذه، أنا المهم نتاعنا، المهم هي لا كومينيكا، لغة الاتصال. شوف هنايا، خلي السيد يكمل. مي معظم المستعدين ندرسوا هذه الامكانيه او يهضر الدرجه هايله. لي كيبي سو كي با باس كيبي اون نوف. وانا شخصيا هذاك الوقت كان عندي يعني قناعه نتاعي انه الجماعه يبولي براتيكمون فار باسي كلش بار لي زابور. والله غير الدرجه نتاعو هايله خير من الفرنسي، كون يهضر بالدرجه الجزائريين كاع يفهموا، كاع يفهموا ويشاركوا في تطوير البلاد. ديريكت بيان سور. نسمعوا هنا في هذه تاع لا بريس تاع هنايا، نشوفوا برك عندي تعليق. يعني المنطقه نتاعنا هنا الجيلي دايروا بالدرجه نتاعنا، يقولوا الحاكمه يعني ديك سا مارش دون ان كرينو سي دو مود كي سو بوسكول دي كي زاريف سان مارش بلو، ومن بعد لو لاسون دي زيرونس يل فون فير دوت. لا جو نو با تروفي اون سوليسيون ميراكل ا دي سيمونتري كي برودويس بليزيور مليون دو طون ديكسيدون. La véritable solution, ce sera qu'on relève l'Algérie pour qu'elle puisse avoir les mêmes plans de charge. Mais si jamais on relève l'économie du pays, elle a la capacité d'avoir ses plans de charge publics et privés. Entre-temps, on a les ciments tricolés, donc on a en déficit. Et on va faire en construire d'autres, on va rester dans un cycle infernal. Il faudrait les maintenir en état de vie en ne les étranglant pas avec des problèmes financiers, en attendant des jours meilleurs. Très bien, merci Monsieur le Ministre, merci pour tous ces détails. On va lever la séance et je signale à mes confrères journalistes que Monsieur le Ministre. هاي ورا أنا رسالة المدام هذه برك، أنا ما تهدرش بالدرجة. مام هذه اسمها ربي هي تخدم في تاع المجاهد، لأن جريدة المجاهد هذه وقيل المجاهد هي اللي دارت هي اللي نظمت هذا الخصم عربي ندوة صحفية، بصح يهضروا بالدارجة لأنهم وجه الشعب الجزائري. كي يروحوا يكتبوا في الجورنال تاعهم يهضروا يكتبوه بالفرنسي. خلاص هذه الندوة الصحفية مش موجهة للشعب الفرنسي،
موجه الشعب الجزائري. راني نعاود في الكلام، كاين الناس كرهم الكلام تاعي، بصح راني نكومباطي انا يعني باش نفهم الناس هذو يوصلوا الرساله للشعب الجزائري وكل. راهي فيها فايده، لان لغه الاتصال، لان هذه تهم الشعب الجزائري وكل، مش الشعب الفرنسي. هذا ما كان. شو كفاف كملت ما ريبوندرا ا اوكي اوتر كيسيون اون فوا لا سيونس ليفي ميرسي. اه والو ما حبش قاعد تضرب الدرجه عفتها. هذا بك، هذه الرساله برك اللي باغي نوصلها، وانا نكريتيكي كل ما نلقى في طري ولا غير نكريتيكي، واللي كره كره. هذه هي تحيه الجزائر.